السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم عن كورس Operating System Concepts. هناخد من التكست بوك بتاع دراجون فيرجن أو الإديشن 10. ده أول شابتر معانا Introduction. دي الأجندة بتاعتنا النهاردة اللي إن شاء الله هنتكلم فيها: What Operating System Do, Computer System Organization, Computer System Architecture, Operating System Operations, Resource Management, Security and Protection, Virtualization, Distributed Systems, Kernel Data Structure, Computing Environment, و Free Label and Open Source Operating System. ده الـ Objective بتاعتنا. أول حاجة في البداية خالص الراجل بيتكلم على الـ Computer System Structure. زي ما حضراتكم عارفين إن أي Computer System أو Modern Design of a Computer System بتتكون من الأربعة كومبوننت دول: الهاردوير، الأوبريتنج سيستم، الأبليكيشن بروجرام، واليوزرز. والرسمة دي اللي بتوضح ايه الأربعة كومبوننت دول. الهاردوير هو اللاير اللي تحت اللي فيها السي بي يو والميموري والانبوت اوتبوت ديفايسز، فوقيها على طول اللاير بتاع الأوبريتنج سيستم وتحديدا الكيرنل اللي هو دايما بنقول عليه ان هو الهارت اوف ذا أوبريتنج سيستم او الكور اوف ذا أوبريتنج سيستم، وده حاجة كده عاملة زي السي ام دي اللي هو الكوماند لاين انترفيس، شاشة سودة أو بروجرام راننج على طول، وبيبتدي قاعد ليسنر مستني أي انترابت أو أي كوماند يجيله عشان يبتدي ينفذه ويتعامل معاه. بعد كده اللير بتاع السوفت وير، والسوفت وير عندنا بيتقسم لحاجتين: سيستم بروجرامز وابليكيشن بروجرامز. سيستم بروجرامز اللي هي خاصة باللي بتنزل مع الويندوز نفسه مع الاوبريتنج سيستم، ما بعملهاش سيت اب او انستوليشن، زي مثلا الحاجات اللي خاصه بالكالكوليتر والبينت. الابلكيشن بروجرام هو اي سوفت وير انا بنزله بعد ما بعمل سيت اب او انستوليشن للاو اس، زي الويب براوزر، زي الكومبايلر، زي الديفلوبمنت كيت. كل ده لليوزر بيحتاجه على حسب استخدامه للكمبيوتر سيستم. What is operating system do؟ ايه اللي بيعمله بالظبط الـ operating system؟ بنقول ان الـ computer system without OS يعتبر stupid machine. ليه؟ لان هو الـ operating system ده اللي بيحول لي الحديدة او whatever الـ component بتاع الماشين بتاعتي دي من حاجة مجرد كده ملهاش اي معنى ولا لها valuable ولا لها اي قيمة، الى انها تكون تقدر انزل عليها software و application. وانس ان انا نزلت عليها سوفت وير ابلكيشن كده بقى له فاليو. عشان كده دلوقتي لو فكرنا مثلا في التي في بقى يطلق عليه سمارت تي في. ليه؟ عشان في حاجات اي اي؟ لا، عشان قدرت احط على التي في اوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده مكنني ان انا بعد كده اعمل سيت اب او انستوليشن لابلكيشنز مختلفه زي اليوتيوب، زي الفيسبوك، زي المنصات اللي هي بتاعت شاهد وواتشيت اللي بتشوفوا عليها المسلسلات والحاجات دي كلها. نفس الكلام مع الفون. زمان كان الموبايل موبايل عادي بيكول ويرسيف الاتصال وبس، دلوقتي الموبايل بقى سمارت. ليه؟ عشان اتحط عليه اوبريتنج سيستم. اذا الاوبريتنج سيستم بيحيي اي ديفايس الكترونيك ديفايس نتيجة انه بيمكنني ان انا اقدر اعمل سيت اب عليه ابلكيشن، وبالتالي بيخلي لي الماشين ده او دي والديفايس ده valuable وله قيمة. في اكتر من فيو بص اقدر ابص عليه على السيستم، بس كلهم بيتفقوا ان لازم الاوبريتنج سيستم ده يبقى easy of use، سهل استخدامه، والبرفورمانس بتاعه يبقى كويس عالي ما يبقاش بطيء. كمان لازم يبقى ناخد بالنا من الريسورس يوتيلايزيشن. الريسورس دي المقصود بيها الهاردوير او السوفتوير، تحديدا هنا بيفوكس اكتر على الهاردوير. بمعنى اصح ان هو ما عملش كونسامبشن عالي للرامات ولا للسي بي يو، ده مش هيمكنني ان انا اقدر اشغل اكتر من ابلكيشن او اكتر من بروجرام معايا في نفس الوقت. ممكن ابص على الكمبيوتر او الكمبيوتر سيستم او الفيو ده من السايز. ازاي؟ زمان كان فيه طبعا جهاز كبير جدا اسمه ضخم، المين فريم، اللي هو يعني بيميمك السيرفر دلوقتي في القوة والأداء، اللي هو يعني جهاز سبيكس عالي، البروسيسور بتاعه عالي، رامات عالية، الهارد ديسك عالي، وما كانش بيمتلكه إلا الجفرنمنتس، الحكومات والمؤسسات الكبيرة جدا، وحتى الشركات الصغيرة ما بتقدرش تمتلك جهاز زي ده. تمام.
نتيجة تمنه طبعا، وزر بعد كده الميني كمبيوتر، وبعد كده طبعا زر البي سي واللابتوب والبي دي اي البيرسونال ديجيتال اسيستنت اللي هو الجهاز الصغير اللي عامل زي التابلت وبقدر اعمل عليه تاسك صغيرة او حاجات من هذا القبيل. المين تاسك او المين اوبريشن او المين جوب بتاع الاوبريتنج سيستم هو ان هو يبقى ريسورس الوكيتور تمام، ويبقى كنترول بروجرام. الاتنين دول مهمين جدا. ريسورس الوكيتور يعني هو المسؤول عن ان يسكن كل ريسورس الميموري دي دلوقتي تبقى لحساب الوورد، بعد كده بعد شوية للبرينتر، وهو المسؤول عن الكنترول اللي هو يتحكم في الحاجات دي، مين اللي يشتغل، مين اللي يبوظ دلوقتي، مين اللي يرن، مين اللي يتأخر وهكذا. طبعا ده او الايه البرفورمانس الكويس بتاع الاوبريتنج سيستم اكيد هيأثر على اداء اليوزر واستخدامه للسوفت ويرز دي. في برضو نوع من الديفايسز اللي حضراتكم اكيد سمعتوا عنه الورك ستيشن تمام، ده من الاجهزه برضو اللي كانت موجوده واللي بتاكسس ريسورسز معينه وبتستخدم اليوز بتيوز الشيرد ريسورسز دي من على ايه السيرفر. برضو الموبايل ديفايس زي السمارت فون والتابلتس تمام، فيها عيب طبعا وميزة. ميزة البورتابيليتي انها قابلة للحمل، العيب البور ريسورسز نعمتها صغيرة، الباتري بتاعتها لايف، الباتري لايف، البروسيسور مش زي مثلا ما بتتكلم على بروسيسور بتاع لابتوب او بي سي. طبعا ميزة الموبايل يوزر غير الانترفيس والسهولة بتاع استخدامها التاتش سكرين، ان ممكن استخدم الفويس ريكوجنيشن او الفويس كوماندز، الاوامر تبقى صوتية. كل ده طبعا بيبقى محتاج جهد كبير جدا من الاوبريتنج سيستم انه يبتدي يتعرف عليا على الحاجات ديت ويتعامل معاها. في برضو بعض الكمبيوترز اللي ملهاش لا يوزر انترفيس ولكن تعتبر امبيدد كمبيوتر ديفايس زي اللي موجودة في الاوتومبيلز والايربلينز الطيران والواشنج ماشين والفود بروسيسور. واحد الفود بروسيسور على الاوبريتنج سيستم اكون ان انا اربط مثلا الكي او البوتون سرعة واحد او سبيد اتنين في الخلطة او في العصر، ده في حد ذاته هو الاوبريتنج سيستم بالظبط، هو بيقول لي الماشين دي تعمل ايه او بتتبرمجها ازاي. فمش دايما الاي تي ام بيبقى عليها اوبريتنج سيستم، حاجات كتيرة جدا ما بنتصورش ان عليها او اس، لكن هي بترن عليها او اس اساسي عشان يقدر انزل عليها ابلكيشن او سوفت وير بعد كده يعمل لي سيرفيس معينة. لما نيجي نحب نتعرف على ايه هو الاوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم ملوش ديفينيشن ستاندرد او يونيفرسال، حتى الان ما اتفقوش عليه. في تعريفات كتير جدا ظهرت له نتيجة استخداماته ونتيجة حاجات كتير جدا، وحتى شكله ملوش شكل ستاندرد، يعني ملوش جي او اي معينة او انترفيس معينة عشان ابتدي اوحد الديفينيشن بتاعي او ان انا استقر له على تعريف محدد او معين. طيب فده الكلام اللي بيتقاله no universal accepted definition. في بعض الناس عرفوه بالكود ديت everything a vendor ships when you order an operating system. انا بميل لكام تعريف كده بحبهم. The one program running all the time on the computer is the kernel. هو ده الكيرنل، الكيرنل ده هو اساس اي operating system. تقدر تتخيله او تتصوره ان هو زي الشاشه السوداء بتاع الكوماند لاين انترفيس سي ام دي اللي هو دي كده حاجه كده. الكوماند ده او البروجرام ده طول ما انا مشغله هيقفل لا، وعلى طول قاعد ليسنر مستني اي امر اكتبه هنا لو خلاص عشان يبتدي ينفذه اول ما ادوس انتر. طبعا ده الدوس، فمثلا كتبت امر زي داير على الدبلو اللي هو عارض لي الدايركتورز اللي موجودة في الكارنت دايركت في الكارنت باص، فابتدى يعرض لي الدايركتورز بتاعتي الموجودة هنا تمام. ده هيفضل راننج اول ذا تايم طالما انا ما عملتلوش كلوزنج. هو الكيرنل كده بالظبط، الاي اوبريتنج سيستم ويندوز ماك لينكس هو حاجة عاملة زي كده، قاعد ليسنر لاي انترابت ممكن ايه يحصل في اي وقت. اي حاجة تانية يعني اي حاجة تانية، اي بروجرام تاني بيحصل له كلاسيفيكيشن زي ما اتفقنا لسيستم، يا اما سيستم بروجرام يا اما ابلكيشن بروجرام. سيستم بروجرام هو اللي بتنزل مع الاوبريتنج سيستم ولكنها مش جزء منين من الكيرن. الابلكيشن بروجرام اول بروجرامز اللي هي مش مرتبطة او مش ريليتد بالاوبريتنج سيستم.
دلوقتي طبعا بقى في بعض ال wearable devices اللي هي بترتبط بال operating system بشكل ما أو بآخر، وبتستخدم middleware أو frameworks عشان تقدر تتعامل مع ال applications ديت، زي مثلا ال watches وال bracelets، الأساور والساعات اللي هي بتكونكت بالموبايل وبينزل عليها softwares معين. طبعا برضو لازم يكون نازل على الحاجات دي operating system، بس حاجة light بسيطة عشان بس أقدر أتعامل معاه. كمبيوتر سيستم اورجانيزيشن، المفروض ده كورس حضراتكم بتدرسوه او درستوه، وكمان درستوا الكمبيوتر اركتكتشر، فلازم نبقى فاهمين ايه الفرق ما بين التو كونسبتس دول واحنا بندرس دلوقتي التالت بتاعهم اللي هو مين اوبريتنج سيستم. خلاصه عشان ما اطولش على حضراتكم، ان الكمبيوتر سيستم اورجانيزيشن هو معني من كلمه اورجانيزيشن بتاع الهاردوير، يعني تنظيمه السي بي يو مع الديسكس مع الكيبورد مع البرينتر مع المونيتور، ازاي الناس دي بتتعامل مع بعضها، ازاي بتبعت الداتا لبعضها، في باص مشترك بيرمي عليه الداتا، وازاي ده هيتعامل مع ده، هيأكسبت الداتا، طب مين من حقه يبعت مين من حقه يستنى، عشان كده بيتقال على التوبيك ده كمبيوتر سيستم اورجانيزيشن. اما اخش بقى في الديتيلز بتاع الهاردوير ده بيتكون من ايه، البروسيسور، البروسيسور ده السرعات بتاعته ومواصفاته والشيبس بتاعته، يبقى انا كده بفوكس على الكمبيوتر اركتكتشر، الديزاين بتاعه، مش ريليشن شيب ما بين كل ديفايس والتاني. زي ما حضراتكم شايفين كده من الجراف ده ومن الرسمه دي، بيوضح لي ان الحاجات دي زي الكيبورد والبرينتر والديسكس كلها لها كده شباية كده اسمها ديسك كنترولر. الديسك كنترولر ده هو اللي بيجهز الديتا من وإلى، اللي بياخدها من الكومان باص ده أو اللاين اللي في النص قبل ما تبتدي تتعرض أو قبل ما تبتدي تتنفس. يعني مثلا البرينتر دي قبل ما تطبع أي بيبر، البيبر ديت أو الديكومنت دي بتروح على اليو اس بي كنترولر اللي هو بعد كده بيجهزها لعملية البرينت. الكمبيوتر سيستم اوبريشن، ودي طبعا حاجة مهمة جدا، ازاي السيستم بتاعي او الكمبيوتر بتاعي بيشتغل. طبعا الجزء ده هو شرح السلايد اللي فاتت اللي هي الرسمة اللي فاتت دي، اللي هي فكرة ان اي انبوت اوتبوت ديفايس له حاجة اسمها ايه، يا اما كنترولر اللي هو مثلا الديسك يبقى له ديسك كنترولر، اليو اس بي يبقى لها يو اس بي كنترولر. every device controller is any change of a particular device type. each device controller has a local buffer. local buffer ده اغي اللي هو بيلود فيه الداتا. كل device controller ده طبعا بيبقى له درايفر خاص بيه عشان يتعرف على ال operating system. تمام، بيبتدي بقى بيحصل العمليات الانبوت والاوتبوت من الديفايس ده لللوكال بافر والعكس بتتم. الديفايس كنترولر بيبلغ السي بي يو انها خلصت شغل ولا لا من خلال انترابت. الانترابت ده، وده بقى اللي احنا عاوزين نعرفه دلوقتي او نتعرف عليه، بيبقى حاجة من الاتنين، في سوفت وير انترابت تمام وده بيبقى اسمه تراب او اكسبشن، وفي سيستم انترابت. السيستم انترابت ده اللي هو جاي من الاوبريتنج سيستم، وده بيحاول طبعا بيحصل. الرسمة دي هتوضح لنا، بنشوف الرسمة دي كتير قوي، نقدر نجيبها طبعا من ده ايه تاسك مانجر اهي على الويندوز مثلا، نجيب البرفورمانس اهي. هنا بيتكلم مثلا عن السي بي يو اللي هو اليوتيلايزيشن بتاعه قد ايه، والسبيد بتاعه قد ايه، عدد البروسيسز اللي بينفذها قد ايه، الثريدز، الهاندل، التايم، كل حاجة. وبيجيب لك الجراف او الشارتس دي، في برضه شارت خاص بالميموري واستغلالها، ميموري كونسامبشن والهارد ديسكس اللي عندي، كل حاجة يعني جايبها لك خالص، والواي فاي، كل حاجة كل حاجة. طبعا مش فاتح النت دلوقتي فما فيش اكسس. نرجع تاني للسي بي يو، فالجراف ده والشارت ده بيوضح اما نيجي نبص له عشان نفهمه، هنبص ان الخط الستريت ده لو وصل للاخر ده قصاد مين، سي بي يوزر بروجرام، ده اليوزر بروجرام. اما بيحصل
انتربت بينزل كده تحت بيعمل تاسك، ده ايه انبوت اوتبوت انتربت بروسيس، بيعمل يعني اليوزر بروجرام ده احتاج جهاز انبوت او اوتبوت ديفايس بيشتغل عليه، فعمل انتربت فنزل كده وابتدى يستخدمه، خلص رجع تاني لمين؟ للحالة بتاع ان اليوزر بروجرام اكسكيوتد، نزل تاني حصل انتربت، يعني البيكس دي او القيعان دي قصاد ايه؟ قصاد انبوت اوت بروسيسنج، بينما الخط اللي هو الستريت ده قصاده ايه؟ السي بي يو اللي هو اليوزر بروجرام بيرن. نفس الكلام في الجراف اللي تحت، الخط الستريت ده لو وصلناه للاخر طبعا هو في انتربت صحيح، ده الانبوت اوت بوت ديفايس باكس انبوت اوت بوت ديفايس. طب الجزء اللي تحت لما يحصل انتربت هنا بيحصل ايه؟ بيحصل ترانسفيرنج، بيحصل نقل الداتا او فايلات او اي حاجه من هذا القبيل. طبعا اي انترسكشن او اي قطع هنا او فوق بيطلق عليه ايه؟ انتربت. طبعا من اهم التاسكس لوبريتنج سيستم ان هو بيحافظ على حاله السي بي يو ازاي؟ باستخدام بقى ريجسترز والبروجرام كاونتر. حضراتكم طبعا درستوا ريجسترز والبروجرام كاونتر في الاسمبلي وفهمتوا دي ان هي ده نوع من الميموري. خلاص على حسب بقى انهي نوع من الانتربت، هل هو بتاع ابلكيشن او سيستم انتربت بيبتدي يتعامل معاه. طبعا السيستم انتربت بيبقى لها بريوتي اعلى، اكيد بتبقى يعني مهم. ده شكل اهوت الانتربت درايف انبوت اوتبوت سايكل. خلاص ده هنا زي ما حضراتكم شايفين ادي السي بي يو، حصل ديفايس درايفر انيشاليزيشن او انيشيت انبوت اوتبوت، طلب انبوت اوتبوت معين ده من ده السي بي يو، فبتبتدي تاني خطوة تعمل انيشيت للانبوت اوتبوت ده، بعد كده تبتدي الانبوت ريدي والاوتبوت كومبليت او حصل ايرور جنريت انتربت، بعد كده بيروح على تاني السي بي يو ريسيفنج انتربت ترانسفير كنترول تو انتربت هاندلر، بعد كده الانتربت هاندلر بيعمل بروسيسنج للداتا ويريتيرن فروم الانتربت، بعد كده السي بي يو بيرسيوم البروسيسنج اوف الانتربتد تاسكس. هنا بيقول ايه حتة مهمة جدا، بعد ما بيحصل انبوت اوتبوت بيبتدي ستارت الكنترول بيرجع تاني اليوزر بروجرام لما الانبوت اوتبوت كومبليشن. ده هنا بيكلمني على نوعين في الاوبريتنج سيستم بيتعامل معاهم، طريقة ان الاوبريتنج سيستم بيقف لحد ما الانبوت اوتبوت اوبريشن دي تخلص، وطريقة تانية لأ الاتنين بيشتغلوا مع بعض اون بار. فين الكلام ده؟ اهو بيقول after input output start control returns to the user program only امتى؟ ابن لما ال input output completion، لما خلص عملية ال input دي بيرجع تاني control user program. ده معناه ان هو بي wait بيستنى ال instruction idle the CPU until the next interrupt لحد ما يجي ال interrupt الكلام wait loop. بعد كده at most one input output request is outstanding at a time، يعني هو اللي بيتنفذ دلوقتي no simultaneous input output processing، مفيش اكتر من input output processing بتعمل ده. طيب الموديل التاني والشكل التاني after input output start شايف نفس البدايات اهو control return the user program، شايف بقى هنا ايه only لما يخلص، لا without waiting for input output completion، من غير ما يستنى انه يحصل completion input output. ده بقى بيحصل ازاي؟ بيقول لك system call ده بي request to operating system to allow the user to wait for input output completion وال device status table ده بيحتوي على كل input output device وال type بتاعه وال address بتاعه وال state بتاعته. في جدول كده هنشوفه دلوقتي في مجموعة ال interrupts دي وبتعمل ايه وايه قصتها بالظبط، اعتقد هو السلايد الجاية. لا لسه. طيب واحنا برضو بنتكلم على الكورس بتاع ال file organization او ال file processing او file structure، خدنا ال storage استراكشر يعني خدنا الانبوت ديفايسز وازاي بستور الداتا على الهارد ديسك وازاي بستورها على الفلاش ميموري الحاجات ديت. يعني طبعا حضراتكم عارفين ان اسرع اكسس دايما للداتا هي من المين ميموري او الرام. تمام، او الرام ده اللي هي راندوم اكسس ميموري، اهم ميريت ليها او فيتشر لها انها فولاتايل متطايره. في طبعا عندي نوع تاني من الميموري اللي هو اسمه دايناميك راندوم اكسس ميموري اللي هو الدي رام، وده بيبقى اسرع. في برضو
غير الباي ماي ميموري او المين ميموري عند السكندري ستورج لا ممثلة في اي ديفايس غير او بعد المين ميموري، او تعتبر اكستنشن لمين المين ميموري، وبتعتبر انها نون فولاتايل عكس المين ميموري اللي هي ايه فولاتايل. اكزامبل للسكندري ستورج ده الهارد ديسك اللي هو الاتش دي 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 اللي هو هارد ديسك درايف، دي طبعا بتبقى عبارة عن اقراص من الميتال بلاتر وكفرت ويز ماجنتيك ريكوردينج ماتيريال، تبقى متغطاة بمادة مغناطيسية عشان يبتدي يكتب بيها، وفيها ارمز وهيدز وابر بتقرب عشان تريد من التراكس ومن السيكتور. كل ده انتوا خدتوه وعارفين طبعا ان كل ديسك بيتقسم لمجموعة من التراكس، كل تراك مجموعة من السيكتورز. وفي الديسك كنترولر اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية، هو ده اللي بيحدد اللوجيكال انتر اكشن ما بين الديفايس وما بين ايه الكمبيوتر. في نوع تاني عندنا من الميموري نوع نون فولاتايل ميموري او NVM، ودي طبعا بتبقى اسرع من هارد ديسك ونون فولاتايل. ودي طبعا تكنولوجيات مختلفة وهتبقى أكثر انتشارا والأداء بتاعتها هيبقى أحسن والبرايسز هتبتدي إيه تنزل زي الفلاش ميموري والحاجات دي ال SSD. طيب إيه ده؟ The Storage Definition and Notations، دي بعض النوتيشن اللي حضراتكم درستوها برضو. فكرة إن أقل يونت أوف ستورينج الداتا هي مين؟ هي البت. البت دي اللي بحط فيها value 1 و 0، زي ما حضراتكم عارفين الكمبيوتر سيستم ما بيفهمش إلا الباينري سيستم، والباينري سيستم ده اللي هو sequence of ones and zeros. طيب البت دي أصغر حاجة، يا بتمسك 1 يا 0. طب البت لوحدها لها معنى؟ لا، أقل حاجة لها معنى 8 بيتس اللي هي بتمثل لي بايت. البايت في كام؟ 8 بيتس. البيت بيتس دي اللي هي بقدر أحط فيها كاركتر، بقدر أحط فيها نمبر أريبريزنت بيها الكلام ده، وبالتالي دي ايه ده كده اقل يونت لها مينينج او اقدر احتفظ بالداتا فيها. وده يفسر لنا ان الستورج سايزز اللي هي الاحجام بتاع كل بقى الوسائل اللي خدناها في السلايد اللي فاتت، سواء كان هارد ديسك فلاش ميموري دي في دي سي دي، كل ده بتبقى الستورج دي ان تيرمز اوف بايتس، يعني جيجا بايت، كيلو بايت، ميجا بايت، جيجا بايت، تيرا بايت. ما تقلش بيت ليه؟ لان البيت دي ملهاش اي معنى. زيرو معناها ايه زيرو؟ طب وان ولا اي حاجه. لكن ال 8 بيتس او ال 8 ال 8 بيتس او ال 1 بايت اقدر استور فيها كاركتر او نمبر، داتا لها معنى. تمام، هنا بيفكرنا بالكمبيوتر ستورج يونتس، الكيلو بايت في كام؟ في 1024 بايت. الميجا بايت او اختصارها ام بي فيها 1024 في 1024 بايت، او هو بقى عاملها 1024 تو ذا باور 2 اللي هي تربيع. والجيجا بايت فيها كام؟ اختصارها جي بي، وفيها 1024 في 1024 في 1024 بايتس. والتيرا بايت او تي بي اختصارها 1024 مضروبه في نفسها 4 مرات او تو ذا باور 4. والبيتا بايت اختصارها بي بي اللي هي 1024 تو ذا باور 5 اس 5، وهكذا. دي الوحدات المختلفة للتخزين والسايزات بتاعت الداتا. الاستورج هيراكي برضو خدنا رسمة زي دي في كورس الفايل ستراكشر الفايل اورجنايزيشن. وبس قبل ما نشوف الرسمة بيقسمهم هنا، بيقول لك لما نيجي نتكلم على السيستمز بتاعت الاستورج اللي هو هارد ديسك فلاش ميموري دي في دي ريجسترز كاش ميموري حاجات كتيرة جدا، فبيحصل لها كلاسيفيكيشن او بيتم تصنيفها بيزد على نسبة سرعة الحاجة دي، الكوست غالية ولا رخيصة، وهل هي فولاتايل ولا نون فولاتايل. برضه بيتكلم على الكاشنج، والكاشنج ده قبل ما يكون حاجة هاردوير فهو كونسبت لازم نبقى فاهمينه وعارفينه. ازاي الكلام ده هاردوير؟ يعني لما بتشتري جهاز وانت بتشتري بروسيسور يقول لك الكاش بتاعته كام، كل ما زادت الكاش كل ما كان تمن الجهاز غالي. ليه؟ الكاشنج دي اسرع ميموري، ده تايب اولا اوف ميموري وفاستر بطريقة بشعة، وهو اول ما بيبص الجهاز على داتا او معلومة بيبص في الكاش، فلو لقى في الكاش بيجيبها على طول، ملقاش بيبص على another secondary storage. ال device driver ده each device قلنا له controller خاص بيه عشان يبتدي ينظم ال input وال output بتاعه والعمليات دي وتنقل ال data. ادي الرسمة اللي كنا بنتكلم عليها اللي فيها ال classification بتاع ال storage device hierarchy. زي ما حضراتكم شايفين
زي ما حضراتكم شايفين من على الشمال في سهم، اما تنزل لتحت الكاباستي بتزيد، وما تطلع لفوق الاستورج كاباستي بتقل. هو كاتب اهو الاستورج كاباستي. ما تبص على اليمين هتلاقي كل ما تنزل لتحت كل ما كان الديفايس ده بطيء او ابطأ سلوور، كل ما تطلع لفوق كل ما كان مين فاستر او اسرع. طبعا هتلاقي في كومنتس هنا، ايه ده كاتب برايمري ستورج؟ ايه البرايمري ستورج؟ اللي هي المين ميموري، اي حاجه فيها رام تبقى هي دي برايمري ستورج، اللي هي متمثله في 3 فئات حاططهم هنا: ريجسترز، كاش ميموري، مين ميموري. مين ميموري دي مقصود بيها الرام اللي هي راندوم اكسس ميموري. التلاتة دول يعتبروا برايمري ستورج، والتلاتة دول فولاتايل ستورج، يعني اللي بيتم الاحتفاظ بيهم بداتا بايه بتتمسح. يوم اللي بعدهم قال لا، طب ما فيها كلمة ميموري اهي، يعني المفروض تبقى سريع، ليه ما اتحطيتش فوق؟ عشان بص اول حاجة اهو نان فولاتايل ميموري، ان في رام، فدي اتحطت في الكاتيجوري التانية او الرانك التانية، مش الفئة الاولى. كأن كده لو بنقسم الناس لتلاتة كاتيجوري، الفيرست كلاس والسكند والثيرد، فالفيرست كلاس عندي البرايمري ستورج، السكند كلاس عندي اللي هي السكند ستورج، بدءا من نان فولاتايل ميموري، وتحتها مين الهارد ديسك، خلاص تمام. ومعاهم كمان المفروض اس اس دي اللي هو سوليد ستيت ديسك. ننزل تحت على التريتري ستورج او اللي هي الفئات الدرجه الثالثه، في الاوبتيكال ديسك، الدي في دي والسي دي، والماجنتيك تيبس، دي حاجه كده كانت زمان موجوده عامله زي شرايط الكاسيت، بيستخدموها في الباك اب، ودي ابطا. تمام، فهمنا التصنيفه دي كويس. كويس، ايه ده بقى؟ ده حاجة عظيمة جدا. هاو مودرن كمبيوتر ووركس، ازاي بقى الكمبيوترات الحديثة بتشتغل؟ طبعا هي مش حديثة قوي، يعني اول ما اخترعوا البي سي والمودرن كمبيوتر او المودرن اركتكتشر بتاع الكمبيوتر، واللي بينسب له الفضل للعالم فون نيومان، هو اللي عمل النيو اركتكتشر بتاع الكمبيوتر، وقال مفيش اي بي سي او كمبيوتر الا ما يكون في سي بي يو او بروسيسور، في ميموري، في مجموعة، في سكندري ستورج، في مجموعة ديفايسز اللي هي بقى خاصة بالانبوت والاوت. وده اللي كل لو بصينا كده اي ديفايس موجود معانا دلوقتي بيخضع او بيتابلاي عليه الفون نيومان اركتكتشر ده. هو عاوز يقول ايه من الرسمة دي؟ عاوز يقول بقى ازاي الاركتكتشر ده ساعدني في التعامل مع الرام، وبيشرح كونسبت هنا دي ام رام اللي هو الدايركت ميموري اكسس. دي ام رام اختصار لكلمه ايه؟ دايركت ميموري اكسس. الاول اي انبوت او اوتبوت ديفايس عشان يطلب اي حاجه من الميموري كان لازم يروح للسي بي يو، يعمل انترابت او ريكويست، عايز داتا، عايز انبوت اوتبوت، وبعد كده يطلبها له منين؟ من الميموري. طبعا مش كل انبوت، كل مره انبوت الاوتبوت ديفايس ده يطلب حاجه لازم يروح السي بي يو، بعد كده ايه يروح بعد كده للميموري، كده في تايم كونسيومنج. بعد الكونسبت ده قدرت اطبق، بعد ما اول مره يريكوست من السي بي ويقلو له او يسمح له ان هو اكسس الميموري، بقى ممكن الديفايس ده يتعامل مباشره من خلال الدي ام اي او ما يعرف باسم دايركت ميموري اكسس، يعني اكسس على طول الداتا او البالك اوف داتا من الميموري بتاعته على طول. ده شرح الكلام دايركت ميموري اكسس. نيجي بقى للكمبيوتر سيستم اركتكتشر. كل فات ده كان كمبيوتر اورجانيزيشن، بنتكلم ازاي علاقه الناس ببعضها. قلنا الكمبيوتر سيستم اركتكتشر ده اكتر ريليتد بالهاردوير وتفاصيله، الكومبوننت اللي فيه شكله ايه، عامل ايه من جوه. تمام، معظم السيستمز اللي بتتعامل معاها بتستخدم سنجل جنرال بوربوس بروسيسور، اللي هو يعني من الاخر بروسيسور واحد. تمام، البروسيسور الواحد ده بيعمل ايه؟ جنرال بيربوز، يعني بيقوم بكل حاجه، بيقوم بالعمليات الحسابيه والعمليات الجرافيكس والجيمنج والابلكيشن، كل ده. تمام، لكن وموست السيستم بيبقى لها سبيشال بيربوز بروسيسور كمان، يعني معظم الاجهزه، يعني ماكينه الاي تي ام ما بستخدمهاش الا اللي انا اصرف بيها واعمل سحب او ايداع. مكان مثلا الواشنج ماشين اغسل بيها، مش هقدر اعمل عليها حسابات ولا اي حاجه. عشان كده بجانب السيستمز اللي ظهرت اللي فيها سنجل بروسيسور، في مالتي بروسيسورز، دي سيستمز تانية برضو ظهرت، وطبعا بقت بتحقق لي بيرفورمانس اعلى. المالتي بروسيسورز دي بتنزل تحت مسميات كتير قوي: بارل سيستم، تايتلي كابل سيستم. تمام، ميزتها طبعا انكريزد ثروبوت، البروسيسنج بتاعها عالي، ايكونومي اوف سكيل، الاقتصاديا كويسه،
increased reliability يعني بيعتمد عليها، ومعنى بيعتمد عليها يعني fault tolerance يعني أخطاء قليلة وكفاءة أعلى. في الحقيقة two types من multi processors دول، عندنا asymmetric multi processing و symmetric multi processing. إيه الفرق؟ حرف الـ A. symmetric multi processing يعني أنا عندي أكتر من processor في مكان واحد وكلهم زي بعض، فده معناه إن كل البروسيسور بتقوم بنفس التاسك، زي دلوقتي الفكر الحديث مثلا بتاع البنوك، تخش أي بنك تقف على أي شباك، مش محتاج تقول له سحب ولا إيداع ولا افتح حساب، هو هيعمل لك التاسك. ده معناه إيه؟ إن كل الموظفين زي بعضه يقدروا يقوموا لك بنفس التاسك اللي أنت عايزه، كأن كل بروسيسور زي بعض. في بقى الأسيمتريك اللي هما مختلفين، إن each processor is assigned a specific task. يعني البروسيسور ده قوي جدا فده خليه للجرافيك، البروسيسور ده على قده خليه للارثماتيك اوبريشن، البروسيسور ده ممكن يعمل لوجيك اوبريشن اللي هو الكومبارزن والحاجات دي، فكل بروسيسور ديديكيتد لتاسك معينه وفانكشن معين، عشان كده اطلق عليه اسيمتريك. دي طبعا رسمه للسيمتريك مالتي بروسيسور، يعني البروسيسورز دي زي بعضها، كل واحد او بروسيسور 0 بروسيسور 1 ده له السي بي يو بتاعته، ده له ريجسترز بتاعته الكاش بتاعته، والاتنين بيأكسسوا مين؟ المين ميمو. تمام، يبقى التاسك اللي عملها بروسيسور 0 يقدر يعملها برضه ايه بروسيسور 1، مفيش ايه يعني فرق ما بينهم. ده دي والكور بروسيسور خلاص. تمام، دي والكور ده سمعنا عنه طبعا، اللي هو ايه مالتي كور اكتر من بروسيسور، في شاسيز او شاسيه بيحتوي على مالتيبل سيبريت سيستم يعني اكتر من بروسيسور ولكن ايه منفصلين، بس مش بالشكل اللي هما ده في اول المذر بورد والتاني في اخر المذر بورد، لا في بوكس كده على بعضه. بص بص برضو ادي السي بي يو كور 0 والسي بي يو كور 1، ريجسترز ده له ريجسترز بتاعته وده له ريجستر بتاعته، ده L1 كاش وده L1 كاش اللي هو لوكال يعني كاش، وفي L2 كاش اللي هو ديت كاش تانية قبل ما يأكسس مين المين ميموري. حسينا كده الفرق ما بين الشكلين هنا عاملين ايه؟ ده كان له كاش واحدة اهو وبس، وبعد كده منه المين للمين ميموري. اما ده اولا موجودين في شاسيه اللي هو البلو بوكس ده مع بعض، الاتنين بوكسس كانهم بوكس كده كومبو، عشان كده يطلق عليه ديوال كور. تمام، طيب نون يونيفورم ميموري اكسس سيستم، زي ما حضراتكم كده شايفين اهوت، عندي ميموري 0 ميموري 1 ميموري 2 ميموري 3، وعندي ايه مجموعة سي بي يوز كلها انتر كونكتد مع بعضها فيرتشوالي خلاص، كل واحد ايه بيأكسس الميموري اللي يلاقيها ايه يعني افيلابل بالنسبة له او فاضية بالنسبة له، عشان كده في الفيرتشوال كونكشنز دي. طيب بنسمع كتير قوي عن كلمة كلاستر أو كلاسترد سيستمز، ده الاسم الأولد للكلاود يعني الاسم الجديد بتاعه أو المودرن أو الناس عارفاه دلوقتي في العصر الإيرا اللي احنا فيه، اسم الكلاود كومبيوتنج. كلاود كومبيوتنج ده عبارة عن إيه؟ انتجريشن ما بين هاردوير ديفايسز سيرفرات وبي سيهات ورواتر وسويتش وسكيورتي وسوفت وير، كل حاجة كل حاجة كده وحطيتها في كلاستر على بعض، هو ده الاسم ايه الحديث يعني قبل ما يسموه كلاود كومبيوتنج كان بيطلق عليها كلاسترنج سيستم. تمام، فبيقول لك بيشبهها اللي هو كلاستر سيستم زي مالتي بروسيسور سيستم اكتر من بروسيسور، ما ممكن البروسيسور دول على فكرة ان انا يبقى عندي اكتر من سيرفر واربطهم ببعض واقول عليهم ده مثلا ده مالتي بروسيسور، بعتبر الاعتبار ان انا اي تاسك او مين فانكشن ببعته للسيرفرات دي وهم يقسموا الشغل ما بينهم ويطلعوا لي ريزلت في الاخر. برضو المالتي بروسيسورز دول يقدروا يشتغلوا مع بعض وممكن يشيروا السان، السان ده لو حضراتكم فاكرين واحنا بنشرح كورس النتورك قلنا ان انواع الكمبيوتر نتورك في لان اللي هو لوكال اريا نتورك، وان وايد اريا نتورك، مان متروبوليتان اريا نتورك، سان ستورج اريا نتورك. تمام، طبعا المالتي بروسيسور عموما سيستم بتبقى هاي افيلابيليتي بتاعتها عاليه، سيرفيف للفيليرز بتقاوم الفشل لانها يعني امكانيات عاليه، رامات عاليه، هارد ديسك عاليه، كل حاجه. في منها نوعين اسيمتريك كلاسترنج وسيمتريك كلاسترنج، ده عامل بالظبط زي فكره ايه البروسيسور ما قلنا هنا في السلايد اللي فاتت اهي، عشان الناس اللي نسيت اهي اهي
انا عندي اسيمتريك مالتي بروسيسنج وسيمتريك ايه مالتي بروسيسنج. الفرق ان انا كل بروسيسور بيتاساين تاسك معينه كده اسيمتريك، انا اتش بروسيسور بيبرفورم كل التاسكس لانهم كلهم ايه شبه بعض او زي بعض. ففي الكلاسترنج عندي اسيمتريك كلاسترنج في وان ماشين ان هوت ستاند باي مود تبقى جاهزه على طول، والسيمتريك كلاسترنج هاز مالتيبل نودز اكتر من نود او اكتر من ماشين رانينج ابلكيشنز مونيتورنج ايتش اذر بيراقبوا بعض او بيشتغلوا مع بعض. طيب ده طبعا قدم لي كونسبت، وفي يعني كورسز تحت المسمى ده هاي بيرفورمانس كومبيوتنج. يعني ايه هي؟ بتدرس فيه العمليات المكلكعة الصعبة جدا اللي بتشتغل على داتا عالية ومحتاجة يعني كونسومشن عالي جدا للرامات والسي بي يو والريسورسز، فساعتها بيتم تحويل البروجرام او السوليوشن اللي بيحل الحاجات دي بدل ما هو حاجه سيمبل او حاجه كده بتترن بسيطه لحاجه كونسبت بنسمع عنه الباراليزيشن، حاجه اللي تبقى بارل يعني تتطبق على اكتر من حاجه في نفس الوقت. يعني مثلا عندي داتا سيت سي مثلا 1 جيجا ماشي، وانا عندي 2 بروسيسور، فقلت ايه انا هطبق عليها اي الجوريزم، اي الجوريزم ديب ليرنينج الجوريزم اي ماشين ليرنينج الجوريزم. طب عشان التايم هناخد نفس الكود ارنه على المكنه الاولى على نص الداتا سيت يعني 500 ميجا، ونفس الكود هرنه على مين؟ على النص التاني من الداتا سيت، وبعد كده الريزلت اللي يجي من هنا والريزلت اللي يجي من هنا اجمعهم مع بعض. خلاص ده كده كونسبت الباراليزيشن. ده كده شكل او ابستراكت فيو للايه للكلاسترد سيستم. ادي كمبيوتر وكمبيوتر وكمبيوتر متوصل مع بعضه كلهم بيأكسسوا ستوديو اريا نتورك. طبعا ده زي ما حضراتكم عارفين شكل البي سي ماذر بورد خلاص بتاع الديسكتوب العادي خالص. هنا بيعرفنا اهو ده هنا مكان البروسيسور تمام، بروسيسور سوكت وده البروسيسور سلوت، المكان ده البي سي اي باس سلوت. طبعا البي سي اي عشان شايفين فيه فتحتين واحدة طويلة وصغيرة بتثبت على كارت فيجا كارت الكروت عموما الاكسترنال او اللي هي البلاج اند بلاي. ديفايس انبوت اوت اند باور كونكتورز الحاجات دي بقى، هنا في سماعات، هنا في اللان كارد او الايثرنت كارد، في 2 يو اس بي تايب اي، في الفيجا، في الاتش دي ام اي، في حاجات كتير قوي طبعا درستوا الكلام ده وعارفينه كويس. طيب نتكلم دلوقتي بقى نسيب الكمبيوتر اورجانيزيشن والكمبيوتر اركتكتشر ونرجع تاني للكورس بتاعنا اللي اسمه اوبريتنج سيستم اوبريشنز. حضراتكم درستوا بطريقة ما أو بأخرى إن أول ما بتعمل تيرن أون للباور اللي هو بتاع الكمبيوتر ده، الجيرني بتاع البوتنج رحلة إزاي الجهاز يحمل الأوبريتنج سيستم أو الويندوز أو الكلام ده. أول حاجة طبعا بتشيك على الهاردوير رامتك سليمة، الكيبورد متوصلة، مفيش أي حاجة ديسكونكتد أو مفصولة، لو في أي حاجة من دول هيديني ايرور ومش هيكمل. اذا تمام الهاردوير بيبتدي بقى يروح على مين؟ على حته مكان البوت سيكتور اللي فيه الباص بتاع الاوبريتنج سيستم اللي عامل له لود، ويبتدي اول حاجه تتحمل كيرنل لود. قلنا الكيرنل ده مين؟ اللي هو الهارت اوف ذا اوبريتنج سيستم او الايه او الكور بتاع الاوبريتنج سيستم اللي هو عباره عن سوفت وير بيرن على طول اللي هو دايموند كده خلاص، وبيفضل مستني بيويت عشان ايه يأكسبت او ليسنر لأي ايه انترابت سواء سببه هاردوير الانترابت دي او ايه او سوفت وير. يعني الهاردوير انترابت ده بيحصل باي عن طريق اي انبوت او اوت ديفايس، والسوفت وير ده اي انترابت مثلا زي اكسبشن او تراب، ان هو زي السوفت وير مثلا ما تيجي تكتب تعمل لغة برمجة وبتقرا كمان يوزر انتجر اي وبي وبي ده اليوزر دخل له زيرو، طبعا اسم على زيرو اندفايند ده يعتبر انترابت كارثة من كوارث الزمن. ممكن برضو يحصل ريكوست الاوبريتنج سيستم سيرفيس سيستم كود. انا دلوقتي كبرنامج وورد كنت شغال ماشي برامات 2 سي يعني سي 4 ميجا محتاج رام زياده عشان الفايل ده كبير، فبعمل سيستم كول ريكوست اوبريتنج سيستم ايوه عبرني اديني ايه مور ميموري. فكل ده بتبقى انواع لمين للانترابتس تمام. طيب ايه ده بقى؟ دي حاجة مهمة جدا، مالتي بروجرامينج اند مالتي تاسكينج.
دول انواع الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم القديمه كان بيطلق عليها باتش سيستم او مالتي بروجرام، ودلوقتي المودرن اوبريتنج سيستم اللي موجوده بتعمل مالتي تاسكينج او تايم شيرنج. ايه الفرق ما بين الاتنين دول؟ الفرق هي رسمه هتوضح لنا ده وهتوضح لنا ده. طيب قبل ما نقول الرسمه، فكره بسيطه، لو حد من حضراتكم سمع عن الباتش فايل، ده يعتبر مثال تقريبي، اللي هو ملف كده بكتب فيه سكريبت كود معين عامل زي الـ XE وبينفذ أمر معين. مثلا أول حاجة أفتح لي النوت باد، أفتح لي البراوزر على جوجل، بعد كده سيرش على مش عارف إيه، كل ده أكتبه وكل ده يتنفذ ورا بعض. فده فكرة الباتش، اللي هو أنت حطيت أكتر من كوماند أكتر من جوب في حاجة واحدة ويبتدي ينفذهم سيكوينشال ورا بعض، يعمل كذا الأول كذا التاني كذا التالت وهكذا. نفس الفكرة هنا، أنا عندي مجموعة من التاسكس أو مجموعة من الجوبس عايز أعمل لها سكادولينج، مين تاسك واحد مين جوب واحد مين جوب اتنين جوب تلاتة وهكذا، كلهم دول بنفذهم ورا بعض، ما أخلص دي أخد أنفذ اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها. ده فكرة الإيه، الباتش سيستم. مالتي تاسكينج لأ، أنا بلعب على حاجة تانية، إن أنا السي بي يو بتاعتي إمكانياتها عالية، الرامات بتاعتي عالية، خلاص. طيب ما أنا أعمل إيه؟ أجهز تايم سلوت، يعني وقت ثانيتين للبرنامج ده وثانية للبرنامج ده وثانيتين للبرنامج ده، اقعد اسواب واتنقل ما بين ده وده 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 وده. عشان كده بيستخدم كونسبت مين، السوابنج، فيطلق عليه مالتي تاسكينج او تايم شيرنج. انت من سرعة الهاردوير اللي عندك ما بتحسش ان الاجهزة، ان في برنامج بيقف والتاني عشان التاني يشتغل، لا، من كتر السرعة. تمام، بتحس ايه، ان ده بيعمل كذا تاسك في وقت واحد، ده بيقوم بكذا وبيقوم بكذا وبيقوم بكذا. شوف كده الصورة اهي، دي كده بتحاكي المالتي بروجرام او فكرة الباتش. ان انا عندي الاوبريتنج سيستم اللي باللون الجراي ده، وعندي سكادول للبروسيسز، البروسيس بروسيس 1 بروسيس 2 بروسيس 3 بروسيس 4، يخلص 1 يخش على 2، يخلص 2 يخش على 3. طب ليه بيعملهم سيكونشال ما بيشتغلش مع بعض دي؟ لان في الغالب الريزلت اللي جاي من بروسيس 1 بتخش از انبوت في 2، والريزلت اللي في 2 بتخش از انبوت في 3، فلازم ينفذهم ايه، سيكونشال. الحاجات دي بيتقال عليها تاسكس او جوبس، تمام، لانها بتبقى كبيره، مش حاجه يعني حاجه بسيطه يعني. تمام، طيب دلوقتي هنتكلم على الديوال مود والمالتي مود. في مودز، المودز دي كان من الاول اسمها مود بت، يعني بتاعي واحده تاخد قيمه يا زيرو يا وان على حسب البروجرام اللي بيرن، ده سيستم بروجرام ولا ابلكيشن بروجرام. تمام، فين الكلام اللي بيقول ده؟ اهو في السلايد اللي هنا دي اهو. بص بص، انا عندي يوزر مود، المود ده بياخد واحد، وفي كيرنل مود بياخد كام؟ زيرو. يعني الكيرنل اللي هو تبع الاوبريتنج سيستم بياخد زيرو، واي يوزر ابلكيشن بياخد كام؟ واحد. ده فكرة ايه، البيت مود ان جنرال، يعني بشكل عام دي المود بيت، خلاص. طيب ايه بقى ديوال مود وايه يوزر مود وايه كيرنل مود؟ يوزر مود زي ما احنا شفنا من الرسمة، دي اللي فيه يوزر بروسيسز. ايه البروسيس دي يا جماعه؟ اي ابلكيشن، اي ابلكيشن بيترن. انت لو بتكتب كود، انت كبروجرامر سي بلس بلس، الكود ده ينفع اقول عليه بروسيس؟ لا، اول ما يترن ويتنفذ في الميموري اه كده ممكن اقول عليه بروسيس. تمام، يبقى اي ابلكيشن بيرن في الميموري دي كده اسمها يوزر بروسيس. اثناء التنفيذ احتاج ميموري زياده، احتاج هاردوير زياده، فبيعمل سيستم كول يا اوبريتنج سيستم او انتربت، يعني اللي هو بنسميه تراب، فبيتغير المود بيت بتاعه من 1 ل 0. عشان يبتدي بقى، اول ما يتغير من 1 ل 0، ده نزل من اليوزر بروسيس او من اليوزر، اسف، مود، راح لفين؟ للكيرنل مود. كده اقدر اديله رامات زياده، وبعدين يرجع تاني لمين؟ للسيستم. ايه، يرتين تاني اهو، البيت تتغير، البيت مود بتاعه من 1 يرجع تاني 0 فيصبح ايه، سوري، من 0 ل 1 فيصبح تاني في اليوزر ايه، مود، وهكذا. اهو اللي كنا بنقول اهو، البروسيس دي عباره عن بروجرام ان اكسكيوشن، يعني برنامج بيتنفذ، ماشي. وطبعا دي اقل حاجه من الشغل اللي هي بتاع تنفيذ سيستم كبير، يعني ما يكون عندك برنامج كبير ما تعمل تاسك كده صغنونه وبترن دلوقتي، يبقى ده ايه، البروسيس. بروجرام از اباسيف انتيتي، الكود نفسه او السورس كود ده ملوش اي قيمه، اول ما يترن البروسيس يعني يبقى اتحول من بروسيس يبقى اكتف انتيتي، يعني كده بيقارن كده كان بيفرق لك ما بين يعني ايه بروجرام
يعني ايه بروسيس؟ البروجرام ده انا مسطب برنامج وورد بس ما غنيتوش يا اخي. اول ما افتح برنامج الوورد اتحول من باسيف انتيتي لاكتيف انتيتي، من حاجه نايمه لحاجه نشطه، من برنامج مش هستخدمه لبرنامج برنه دلوقتي وبنفذه. يا رب نكون فهمنا الفرق ما بين البروجرام والبروسيس. يعني البروسيس هي الكود اندر اكسكيوشن اللي بيتنفذ دلوقتي او بيترن دلوقتي. طبعا كل بروسيس يعني كل برنامج بيتنفذ اكيد بيحتاج ريسورس، بيكونسيوم، عايز يكونكت ببرنتر يطبع فايل، عايز مش عارف ياكسس ملف من على هارد ديسك، فده معناه ان هو بيحتاج سي بي يو، ميموري، انبوت اوتبوت فايلز، ممكن انشاليزيشن لديتا، كل ده محتاجه يعني تدخل له انبوتس معينه عشان يبتدي يرن اللي زي انيشال فاليوز مثلا. طيب البروسيس ترمينيشن دي برضو بتتطلب انها تعلم الريسورسز اللي بتستخدمها انها خلصت، يعني اي حاجه بتستخدمها خلاص انت كده فري من معايا. ليه؟ عشان لو في حاجه تانية، برنامج تاني عايز الريسورسز دي يقدر يستخدمها. طيب هنتكلم ان شاء الله على السنجل ثريد والمالتي ثريد. تمام، السنجل ثريد ده بيبقى له وان بروجرام كاونتر وبيحدد اللوكيشن بتاع النكست انستراكشن اللي هينفذه، الامر التاني اللي عليه الدور اللي هينفذه. انا في البرنامج في السطر الاول من الكود يبقى البروجرام كاونتر بتاعي واحد، رحت للتاني يبقى اتنين، وبيحدد الادرس بتاعه فين في الميموري اللي هبتدي ايه ينفذ الانستراكشن منه. المالتي ثريد هاز وان بروجرام كاونتر بير ثريد، لكل ثريد بيبقى له ايه وان بروجرام كاونتر. خلاص الثريدز ده والمالتي ثريد هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده. طبعا عموما اي سيستم بيبقى فيه ما بيشتغلش او ما بيرنش على بروسيس واحده، ده بيبقى عنده ميني بروسيس. خلاص بعض الاوبريتنج سيستم ممكن تران كونكرنتلي او اون وان او مور سي بي يو، يعني يا مع بعضها يا على واحد او اكتر من السي بي يوز بتاعتها. طيب ايه دي مجموعة ال responsibilities بتاع اي operating system ناحية اي process management او اي process. بيعمل ال process، بي create ال process او delete ال process، بي sub suspend او resume ال process، يعني هيوقف العملية دي في التنفيذ دلوقتي يا كانت واقفة ويعمل لها ايه resume، دي عاملة زي الداونلود مانجر كده، فجأة انت حسيت ان النت بطيء او بتاكسس حاجة مهمة على الويب سايت رحت عملت له بوز، بعد شوية خلصت براوزنج فعايز تكمل الداونلود فعملت له ريزيوم. بروفايد ميكانيزم فور بروسيس سينكرونايزيشن، لو هتتغن مع اكتر من بروسيس. بروفايد ميكانيزم فور بروسيس كوميونيكيشن، البروسيس دي تقدر تتوصل بالبروسيس دي وتبعت لها ديتا. ميكانيزم فور ديدلوك هاندلنج، طبعا بنسمع كتير قوي عن الديدلوك. ديدلوك ده عن نقطة ميتة او يعني حاجة ملهاش حل، كارثية، ودي بتقابل كتير قوي البروسيس في الاوبريتنج سيستم. ازاي قدرة الاوبريتنج سيستم انه يتعامل مع الديدلوك؟ لو مثلا انا برنامجين بيرن، واحد وليكن وورد واحد اكروبات. الوورد ادى امر طباعة ل 100 ورقة، والاكروبات عايز رامات زيادة عشان فاتح تكست بوك 2000 ورقة وعايز رامات زيادة، فمش قادر يخلص الا لما البتاع ده يبرنت. فنظام سياسة سيب ونسيب، سيب لي حاجة عشان أعرف أنا أشتغل، أو إنهي برينتنج عشان أقدر أخد رامات زيادة فأكمل له بقية البريفيو بتاع الفايل بتاعك. دي كده الوضعية دي أو الوضع ده بنسميه ديدلوك. فوت بقى الأوبريتنج سيستم يتدخل ويعمل ترمينيشن لأحد الحاجات دي. ميموري مانجمنت مهم جدا لما تيجي ترن برنامج أو جزء من الانستراكشنز اللي في برنامج، فده طبعا لازم او بيحتاج ميموري. برضه نفس الكلام، كل او جزء من الداتا اللي انت بتلودها او بيحتاجها اي برنامج لازم تبقى في الميموري. ليه كل حاجة في الميموري؟ لان اتفقنا ان الميموري هي دي البرايمري ستورج او البرايمري ميموري، وهي دي اسرع حاجة في الران تايم والاكسكيوشن تايم، فده يهمني السرعة، دي سبيد. فالميموري مانجمنت وده جزء من الاوبريتنج سيستم هو اللي بيحدد ايه هي الميموري وامتى هتتاساين للتاسك دي او البروسيس دي او للداتا دي. طبعا بيبقى في نوع من الاوبتمايزيشن لازم يحصل للسي بي يو والكمبيوتر، واليوزر ما يتخنقش من بطء التاسكس او تنفيذها او الحاجه دي بتاخد وقت على الميموري ولا لا. اهم الاكتيفيتيز الخاصه بالميموري مانجمنت انها بتكيب تراك اوف البايتس اوف ميموري اللي هي
currently used، ومين اللي بيستخدمها، any input device مثلا، هي اللي بتحدد انهي processes او انهي data اللي هتبتدي دلوقتي تنتقل مثلا من اي input device الى الميموري او العكس، او من الميموري لمين، لاي input device، مش هيصل، مش انا عايز امشي دلوقتي انا ماشي، انا عايز اقعد دلوقتي انا قاعد، لا. allocating and deallocating the memory space as needed، هي اللي بتقول هاتولي حتة رامات دلوقتي عشان ألود فيها الداتا، لا خلاص فري جزء ده مش محتاجه. فمين كل ده؟ دي وظيفة طبعا مين؟ ال operating system. file system management دي برضو حاجة مهمة. ازاي يعني؟ دلوقتي لما نيجي نتفرج على اي اوبريتنج سيستم بياخد الفايلز بتاعته ازاي، تمام؟ فمثلا لو انت على ويندوز بلاتفورم بتلاقي تفتح ماي كمبيوتر، بتلاقي مقسم لك الهارد ديسك البارتيشنز، او لو كان حتى بارتيشن واحد في سي ودي واي واف، ولما تخش على كل درايف من دول بتلاقي متقسم لمجموعة من الفولدرز والسب فولدرز والفايلز. هو ده الشكل اللوجيكال فيو اللي بيعرض فيها الفايلز. هل الفايلز بقى فعلي مكتوبة بده؟ طبعا لا، انتوا درستوا في الجزء او في الكورس بتاع الفايل اورجانيزيشن اللي هو الفايل الوكيشن تيبل، اللي هو الفات والان تي اف اس، تمام، والانواع بتاعتهم وازاي بيحصل ستورنج للديتا وتنظيم للديتا، وبتتكتب في البايت رقم كام والادرس رقم كام وكل الكلام ده. لكن سبحان الله تحط تعرض الداتا اللي على الهارد ديسك تلاقيها متقسمة أو متصنفة في صورة فايلز ودايركتورز، تعرض الداتا اللي على الفلاشات تلاقيها متصنفة أو برضه نفس البريفيو رغم اختلاف التكنولوجي. يعني الداتا اللي على الهارد ديسك بتتسايب بطريقة غير الداتا اللي على الفلاش ميموري، غير على الدي في دي، على السي دي، والسرعات بتاعتهم مختلفة. على الرغم من الاختلاف ده، فإن في فايل سيستم مانجمنت، ده بقى اللي هو التايتل بتاع السلايد دي. فبيقول لك الفايلز دايما بتتنظم في صوت دايركتوري، بيبقى فيه اكسس كنترول عشان يديتيرمن مين اللي اكسس الكلام ده. ساعات بتفتح فايلات يقول لك ايه، تقول لي الاوبريتنج سيستم هو اللي بيحدد الفايل ده تقدر تموديفاي فيه ولا لا. فالاو اس اكتيفيتيز، ايه بقى الانشطه او المهام اللي بيقوم بيها الاوبريتنج سيستم مع الفايل سيستم مانجمنت؟ هو اللي بيقدر يكريت وديليت الفايلز والدايركتوريز، صح؟ هو انت بتسطب برنامج عشان تكوبي بيه او تدليت او تمسح ملفات، ولا الاوبريتنج سيستم اللي بيعمل كده؟ الاوبريتنج سيستم اللي بيعمل كده. البريماتيفز تو مانيبيليت الفايلز اند دايركتورز، الاساسيات، تشوف اللاست ابديت الموديفايد امتى، المابنج الفايلز انتو سكندري ستورج، تقدر تبعت الملفات دي على تنقلها من مكان لمكان، باك اب فايلز انتو ستيبل او اللي هو بنسميه نون فولاتايل ستورج ميديا. كل ده من المين تاسكس الخاصه بالاوبريتنج سيستم. حاجة تانية برضو معني بيها الـ Operating System الـ Mass Storage Management، اللي هو إزاي بيدير وسائل التخزين المختلفة، اللي هو بقى مثلا زي الـ Mounting والـ Unmounting، وده مشهور أوي في اللينكس في الـ Operating System. ما يبقى الـ Drivers عاوز تظهرها فبتعمل لها Mount. Free Space Management لما تبقى الـ CD اتملى، فإزاي تشوف الملفات اللي في الكاشنج واللي هي مثلهاش لازمة والتمبرلي واللي هي خاصة بالابديت بتاع الاوبريتنج سيستم وتمسحها. الستورج اللوكيشن، ممكن تعمل ريسايز للديسك، ديسك سكادولينج، بارتيشننج، بروتكشن، في بارتيشن عليه داتا معينة تقدر تعمل انكريبشن له. كل الحاجات دي معني بيها الاوبريتنج ايه سيستم، تمام. كاشنج قلنا ده كونسيبت مهم جدا. كاشنج قلنا نوع من الرامات سريع، بيطبق على حاجات كتير قوي. الكاشنج ده في الهاردوير، في الاوبريتنج سيستم، في السوفتوير. السوفتوير اللي بيبقى له الكاش بتاعته، الاوبريتنج سيستم له الكاش بتاعته، بعض الهاردوير زي اللي اسمها ايه دي، زي الكارت الفيجا. هو انت ما تحسش ليه ان الشاشة بتطفي وتعرض لك بتعرض الصورة اللي بعدها او السين اللي بعده او الكادر اللي بعده؟ لانه الفكرة الكاش بيبعت الصورة اللي عليها الضوء تتعرض في الكاش، او اللي هو بقى اللي بنسميه البفر او كنترولر. فانت كيوزر عادي ما تحسش برعشه او ان الاضاءه او الشاشه بتطفي وتنور تاني، تمام. كل ده حاجات بتعملها الكاش، تبقى طبعا سريعه جدا.
الداتا بيحصل لها كوبينج للكاش، الكاش دي اسمه نازل الستورج، يعني بتبقى اقل مثلا من فلاش ميموري او من الاس اس دي كارد يعني في السايز، تمام. بس طبعا كل ما زودت الكاش عندك كل ما البرفورمانس عموما بتاع الجهاز بتاعك بقت حاجة كويسة. طيب التيبل ده بيوضح لنا ايه؟ التيبل ده بيوضح لنا الكاركترستيك بتاع الفيريس تايبس اوف ستورج، مقسمها لمجموعة ليفلز 1 2 3 4 5. النيم اول حاجة ريجسترز الكاش، المين ميموري، السوليد ستيت ديسك ابتدى يظهر معانا، الماجنتيك ديسك دي عاملة زي كأنها الرسمة اللي فاتت يا شباب فاكرينها، اللي هي كانت هاي رايك كده هرمية واحد فين كل ده يا خبر أبيض أهي، شايفين الريجستر والكاش والمين ميموري، وأنا كان ناسي السوليد ستيت ديسك حاطه المرة دي فين في التابل تحت. نرجع على طول لها كده تاني أهي. طيب حتى ده النيم تيبيكال سايز، تيبيكال سايز يعني بتبقى سايزها كام؟ يعني ريجسترز دي في الغالب 64 بايت، بيقول لك اقل من 1 كيلو بايت يعني تبقى اصغر من الكاش. اما تبقى معاك جهاز 6 ميجا رام الكاش بتاعه حاجه جميله قوي، لكن هو بيقول لك اقل من 16 ميجا يعني عشان لو في سيرفرات ولا كده. من ميموري اقل من 64 جيجا، سوليد ستيت ديسك اقل من 1 تيرا بايت، الماجنتيك ديسك اقل من 10 تيرا بايت. طيب الامبلمنتيشن تكنولوجي، التكنولوجي ده يعني اتعمل ازاي يعني او مبني ازاي؟ كاستم ميموري ويز مالتيبل بورتس، ده مين؟ ده ريجسترز ماشي. الكاش اون شيب او اوف شيب اللي هي سيموس اس رام خلاص. طيب والمين ميموري هتلاقي برضه سيموس اس رام. السوليد ستيت ديسك ده فلاش ميموري اصلا، والماجنتيك ديسك ده قايم على اللي هي الديسكس اللي هي مصنوعة من خامة بسيطة زي الألمونيوم وقابلة للمغناطة عشان تكون خفيفة وسهلة الحركة. الأكسس تايم يعني السرعة الوقت اللي بياخده عشان أكسس، وإن أكسس ده يعني أعيد أو رايت على الديسك ده أو على الحاجة دي. شوف 25% لحد 5 من 10 في ال يعني ملي سكند، وهنا بتزيد وهنا بتزيد وهنا بتزيد. كل طبعا ما التكنولوجي دي بقت بطيئة كل ما الأكسس تايم بقى بيزيد. الباندويتس شايفين السرعات عاملة ازاي؟ يعني الريجسترز من ايه 20,000 ل 100,000، التاني الكاش من 5,000 ل 10,000، المين ميموري من 1,000 ل 5,000، السوليد ستيت ديسك 500 فميجا بيت بير سكند، الكلام ده ايه بالثانية. اللي فوق الأكسس تايم ده اللي كنا بنقوله بالان اس يعني ده بالنانو سكند. طيب مانج دبي مين اللي بيدير ريجسترز او بيتعامل مع الكومبايلر؟ واظنكم في كورس الاسمبلي وانتوا بتاخدوا او كورس الكومبايلر خدتوا انك تعمل انستراكشنز موف 5 وار اكس، الريجستر اللي اسمه ار اكس مش عارف اد ايه في الريجستر اللي اسمه كذا. طيب الكاش اللي بيمانج الكلام ده الهاردوير، المين ميموري اللي بيتحكم فيها الاوبريتنج سيستم، السوليد ستيت ديسك اللي بيمانج الكلام ده الاوبريتنج سيستم، والماجنتيك ديسك اللي بيمانج الكلام ده برضه الاوبريتنج ايه سيستم، تمام. دلوقتي هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على migration of data ايه from disk to register، ايه اللي بيحصل بالظبط لما انقل الداتا من الهارد ديسك لحد الريجستر. الريجستر ده قلنا طيب من الميموري خلاص. بيقول لك فكرة المالتي تاسكينج انك تنفذ اكتر من حاجة في وقت واحد، ده عاوز استخدام بحرص، تمام. ومش مهم فيه الداتا دي متخزنة فين، يعني الداتا دي على الماجنتيك ديسك هتتنقل بعد كده من ميموري، بعد كده تنقل الكاش، بعد كده تنقل لمين الريجستر. اتفقنا ان الريجستر ده اسرع طيب من الميموري. المالتي بروسيسور اساسي بيتعامل جدا مع الكاش كوهيرنسي في الهاردوير، عشان فكرة الكاشنج او الداتا نفسها ما تبقى موجودة في الكاش بتتنفذ بسرعة والران تايم والريزلتس بحصل عليها بأسرع وقت، تمام. في ممكن عشان احسن الوضع شوية بستخدم ديستريبيوتد انفايرمنت خلاص، بيبقى في اكتر من كوبي للديتا، و ببتدي مثلا عندي ايه
ببتدي اطبق عليها مين الالجوريزم اللي عايز اغنه عشان اعمل نوع من الباراليزيشن او الديستريبيوشن. الانبوت اوتبوت سب سيستم بيقول لك احد الحاجات اللي بيعملها اوبريتنج سيستم ان هو ممكن يخفي بعض الاجزاء من الهاردوير ديفايسز عن اليوزر. فالانبوت اوتبوت سب سيستم هو المسؤول عن الميموري مانجمنت لمين، لكل الانبوت والاوتبوت، بدءا بقى من البافرنج، بيعمل فيه ستورنج للديتا، بيعمل ترانسفيرنج لها، بدءا من الكاشنج اللي هو برضه ممكن يخزن جزء من الداتا عشان يسرع عملية البرفورمانس، السبولينج اللي هو المقصود بيه الاوفرلاب بتاع الاوتبوت ان وان جوب بتتنفذ قبل التانيين، جنرال ديفايس درايفر انترفيس، والدرايفرز فور سبيسيفيك هاردوير ديفايسز. طيب هنتكلم على البروتكشن والسكيورتي. طبعا البروتكشن دي حاجة مهمة، السكيورتي برضو اكيد حاجة مهمة. طب ايه البروتكشن؟ هي اي ميكانيزم بقدر اتحكم فيه في ازاي اكسس البروسيس او اليوزر اللي اقدر اتحكم فيهم لريسورسز معينة عن طريق مين الاوبريتنج سيستم. كده انا عملت بروتكشن من السبيل، مش اي واحد يخش كده يوزر او بروسيس انا عايز ارمات اتفضلي خدي، انا عايز مش عارفة برنت دلوقتي اتفضلي ومال. طب السكيورتي، السكيورتي غير البروتكشن، السكيورتي ده ديفنس للسيستم ضد انترنال او اي اكسترنال اتاك، عشان كده يطلق عليه سكيورتي. خلاص، زي طبعا انواع الاتاكس المشهوره، الفيروس، الورم، التروجان هورس، نايل اوف سيرفيس، كل دي انواع الاتاكس، واللي اتكلمنا عنهم في كورس النتورك سكيورتي لو حضراتكم فاكرين. السيستم عموما بيقدر يفرق ما بين اليوزرز ويقدر يحدد بالظبط اليوزر ده هو مين من خلال اي دي او سكيورتي اي دي معين او نيم وباسورد. وطبعا يفضل ان الاكونت يبقى بير يوزر، زي ما انت مثلا على ويندوز كده بتعمل لوجن في الشاشة المين سكرين يوزر نيم باسورد اللي بقى معاه بس الباسورد، واليوزر نيم هو اللي عارف يخش على السيستم بتاعك ويأكسسه وهكذا. ممكن ناس تانية بتحب تستخدم جروب اي دي، احنا كلنا تيم مثلا بروجرامينج، تيم الماركتينج، فكلنا اسمنا اليوزر بتاعنا ماركتينج والباسورد سي من 1 لـ6. طيب في كونسبت برضه مهم لازم نعرفه، فكرة ال virtualization. virtualization وده حضراتكم كتير وهنستخدمه في الكورس بتاعنا، اللي هو فكرة انك تعمل VM virtual machine، ان بيبقى عندي operating system ال dominant او ال main operating system، زي مثلا دلوقتي عندي ويندوز عايز اجرب اعمل setup او installation للينكس، بنزل اي distribution بتاعت اللينكس وابتدي انزل سوفت وير ايميوليتور او بنسميه فيرتشوال ماشين مانجر، اللي زي ام او اي ورك ستيشن او في اكزا او في فري حاجات فري زي فيرتشوال بوكس بتعمل الكلام ده، وببتدي ارن عليه اوبريتنج سيستم التاني. فبيعتبر الاولاني ده الهوست والتاني ده جيست كانه ضيف عليه. تمام، بياخد طبعا جزء من الهاردوير سواء بروسيسور او رامات او ما شابه ذلك، وبقدر اكنترول فيه. حضراتكم هتشوفوا الكلام ده فين في اللابات ان شاء الله هتشتغلوا. طب ممكن تجرب مثلا على اللابتوب بتاعك تنزل ابل اوبريتنج سيستم، ممكن زي ما قلت اي ديستريبيوشن لينكس، لوبونتو، اوبونتو، فيدورا، اوبن سوزا، حاجات كتير جدا. ده شكل او فرق البي سي والهاردوير العادي والهاردوير اللي بيعمل فيرتشواليزيشن السيستم، يعني كمبيوتر سيستم، ده كمبيوتر سيستم وده كمبيوتر سيستم، واحد معمول عليه فيرتشواليزيشن والتاني عادي ما عندوش غير اوبريتنج سيستم واحد. اكيد طبعا باين من الشكل اهو اللي هو شكل ايه، ده كمبيوتر سيستم عادي فيه الهاردوير، فوقيه الاوبريتنج سيستم اللي هو ممثل في الكيرنل، وفيه على طول البروسيسز اللي هي بقى البرامج اللي بتترن. التاني بص كده في هاردوير، فوق الهاردوير مفيش اوبريتنج سيستم، يا خبر ابيض، حاجه زي الويب سفير كده. في فيرتشوال ماشين مانجر او في ام وير
بيتحط او هايبر فيزو بيتحط كده ابلكيشن، وبقدر انزل عليه اكتر من في ام مثلا ويندوز، في ام فيرتشوال ماشين ويندوز، فيرتشوال ماشين لينكس، فيرتشوال ماشين ماك، وبعد كده في الكيرنل بتاع كل واحدة منهم، وكل واحدة لها الريسورس بتاعتها ولها البوس بتاعتها اللي تبتدي تنفذها وترنها. تمام. الديستريبيوتد سيستم من اسمها فيها ديستريبيوشن، يعني ده شكل من اشكال الباراليزيشن او التوزيع، او ساعات بيطلق عليه ديستريبيوتد كومبيوتنج. ده عبارة عن مجموعة من السيبريت او الهيتروجينيوس سيستمز نتوركت توجيزر. النتورك طبعا احنا عارفينها هي كوميونيكيشن باص، بيستخدم المود اللي هو TCP/IP اللي هو ترانسميشن كنترول بروتوكول سلاش انترنت بروتوكول. عارفين الانواع بتاع النتورك، في اللان الوان المان، وفي البان بيرسونال اريا نتورك، وفي السام بقى بالمره اللي هي الستورج اريا نتورك. النتورك اوبريتنج سيستم ده اللي هو بينزل على الهاردوير زي الراوتر والسويتش، في الغالب بيبقى الديستريبيوشن بتاعه او بيزد على لينكس، والسي ال اي بتاعه او بيبقى كوماند لاين انترفيس. تمام. وبتبتدي تعمل كونفيجريشن وتعمل سب نيتنج من خلال الاوامر دي. الكيرنل داتا ستراكشر طبعا حضراتكم خدتوا لو فاكرين احد الداتا ستراكشر واحنا بنشرحها، قلنا في عندنا ستاك، وفي عندنا كيو، في عندنا لينكد ليست، وفي عندنا تري. فهنا بيركز اكتر على مين، على اللينكد ليست. بيقول لك طبعا بيستخدم هنا سنجل لينكد ليست، ادي الداتا اهي، ادي نود وادي نود وادي نود وادي لون. في الدبل لينكد ليست اللي هي عندي سهم نيكست وبريفيوس، واحد بيشاور على النود اللي قبل وواحد بيرجع تاني لنفس مين النود. في السيركولار لينكد ليست اللي هو ايه، السيركولار اخر نود في الليسته بترجع تاني تشاور على مين، على اول نود في الليست. في التريز ان انا احط الداتا بتاعتي في صورة تري، وطبعا انا مش هحطها راندوم، هتبقى مثلا باينري سيرش تري او بالانسد باينري سيرش تري، بحيث ان مثلا الارقام اللي على الرايت هاند سايد او الرايت سب تري اكبر من الارقام اللي على الليفت سب تري. فده يمكنني وانا بسيرش على فاليو معينه اقدر اسيرش عليها بسهوله بيزد على الكومبايزون، بقارن الروت بالقيمه اللي بسيرش عنها فاقدر اوصل عنها بسهوله. يعني بتستخدم ده اللي عاوز يوصله لنا الداتا ستراكشرز اللي انت خدتهم الاوبريتنج سيستم استخدمه بقى انواع، سواء كان ستاك او كيو او تري. وادينا اكزامبلز وانا بشرح الكورس ده بتاع الداتا ستراكشر للاستخدامات في ريل لايف، او بحتاج الستاك في ايه، او اللينكد ليست ده بيتطبق في ايه. فديك بتشوف اهو وعلاقته بالاوبريتنج سيستم. فكره برضو الهاش فانكشن، بتكريت هاش ماب خلاص وتبتدي بيزد عليها تقدر توصل لمين الفاليو. طبعا البيت ماب دي عبارة عن سترينج ان باينري ديجيتس، مجموعة باينري يعني ارقام واحد وصفار، اللي هي بتمثل الستيتس بتاع عدد ان ايتمز. تمام. اللينكس داتا ستراكشر تبقى موجودة فين او بتتنكود فين، اهو شايف في لينكس سلاش ليست دوت اتش، ده اللينكد ليست. لينكس سلاش كي اف فيفو فيرست ان فيرست اوت، فاكرينه اللي يجي الاول يخرج الاول اللي هو ده بين الكيو. لينكس ار بي 3 اللي هو ده البي 3 او ريد بلاك 3. كل دي طبعا اكزامبلز الحاجات لو حضرتك فاكرينها تقدروا ترجعوا لها في اي وقت في كورس مين الداتا ستراكشر. كومبيوتنج انفايرمنتس بيقول الشكل التراديشنال. التراديشنال طبعا كان فيه بيبقى ستاند الون ماشين ده البروسيسور بتاعها، و ما فيش اي انتر كونكشن ما بينها وما بين ديفايسز تانية خلاص. لو عايز تاكسس حاجات على الويب سايت لازم طبعا يبقى في كونكشن نت، وتبتدي بقى الناس تتعامل على مين، على النتورك، وتقدر تكونكت بكلاينتس تانية او بسيهات تانية او ديفايسز تانية وايرد او حتى وايرلس، وتقدر تشير ريسورسز او تاكسس الداتا. ساعات بيبقى في نوع برضو من الناس خايفه من الهاك او الاتاك اللي يحصل على النوع ده من البروسيسنج اللي هو بيتم على اكتر من ديفايس، فبيقول لك ساعتها بتستخدم اجهزه للنتورك سكيورتي زي الفاير وول
والاي بي اس زي ما درسنا انتروجن بريفنشن سيستم وانتروجن ديتكشن سيستم، وفي اجهزه وحاجات كتير قوي لتامين النتورك او الشبكه بتاعتي. دلوقتي ده زمان، دلوقتي احنا الكمبيوتنج انفايرمنت الايرا اللي بنعيش فيها هي البورتابيليتي، كل حاجه بقت بورتابل، السمارت فون بقى هاند هيلد، التابلت، الواتشز، البريسلتس، حاجات كتير قوي. طبعا بقت الفانكشنز والتاسكس اللي بتقوم بيها الحاجات دي الاجهزه دي اكيد مختلفه زمان عن مختلفه كتير عن اللابتوب. اللابتوب امكانياته اعلى، البروسيسور والرامات بتاعه، بس يعني دلوقتي الحاجات دي بقت اكثر انتشارا وفيها فيتشرز زي الجي بي اس والجيروسكوب، دي موجوده في الموبايل والحاجات دي، وبتسمح لبعض انواع من الابلكيشن زي الاوجمنتد رياليتي انك تقدر تشتغل، انك تلبس جلاس تشتغل على ويربل ديفايس معين او هاردوير معين. كل ده ما كانش متاح على اللابتوب والبي سي العادي. تمام، طبعا تقدر تنزل الابلكيشن على الموبايل على حسب البلاتفورم، لو هو ابل او ايفون تقدر تخش على الابل ستور، لو هو اندرويد يبقى تخش على الجوجل بلاي ستور. ايه اخبار الكونسبت بتاع الكلاينت سيرفر؟ الكلاينت سيرفر زي ما حضراتكم عارفين ان انا ببقى اجيب جهاز سبيكس بتاعته عالية جدا، احط عليه الداتابيز بتاعتي، السيستمز بتاعتي، كل حاجة، الايميل سيرفر بتاعي، والكلاينتس بيحاولوا يكونكتوا على السيرفر ده من خلال النتورك. تمام، مثلا لو بنتكلم على مستشفى، ده البارادايم التيبيكال بتاع اي مستشفى كانت زمان، بتشتري مين سيرفر وتجيب بيسيهات او لابات وتكونكت السيكتورز المختلفة بالسيرفر من خلال النتورك. واي حاجة بقى البيشنت ريكورد مانجمنت سيستم، الاشعاعات بتاعته، التحاليل بتاعته، الدنيا دي كلها من خلال ان هو يكونكت بالسيرفر ويجيب اكسس لمين، للداتابيز والتحاليل والاشعة. طيب البارادايم ده مازال موجود؟ اه، بس دلوقتي حل محله مين؟ الكلاود، الكلاود كومبيوتنج. كان في برضه بارادايم موجود اللي هو البير تو بير، البير تو بير، وده اسناف النتورك اللي هو ايه، لما جبنا مثال يقول لك اي هاف فايلز تو شير، ده جهاز بيقول له كده، والجهاز التاني رد عليه قال له ايه، اي هاف ا برينتر تو شير. بير تو بير ما ينفعش بير تو بيرز، ند لنداداء اكتر من ند، فدي علاقة ثنائية. ميزتها طبعا ما بتحتاجش لهاردوير معين، يعني لا راوتر ولا سويتشات، ما بتحتاجش مين هيبقى كلاينت مين هيبقى سيرفر، شوية ده بيشتغل كلاينت شوية ده بيشتغل سيرفر، بس ات تايم ما ينفعوش الاتنين يبقوا سيرفر او الاتنين يبقوا كلاينتس، اذا ده كلاينت يبقى التاني سيرفر، اذا ده سيرفر التاني يبقى كلاينت. تمام، وبيبقى حلو للحاجات التاسكس البسيطة والحاجات الصغيرة. اما دلوقتي ده اللي انا كنت بقوله اهو، انا قلته بس في صوت كلمتين بس، انا فريد له سلايد كاملة. احنا في الايرا بتاع الكلاود كومبيوتنج. فكرة الكلاود كومبيوتنج دي يا شباب من الاخر، انا شركة كبيرة زي مايكروسوفت، انا شركة كبيرة زي جوجل، زي امازون، زي الحاجات دي، اشتريت هاردوير ونتورك وديفايسز وسيرفرز وسوفت وير وسكيورتي سيستمز عشان أأمن الماركت بتاعي أو اليوزرز بتوعي، بقدم سيرفيس معين. طيب اكتشفت إن الهاردويرز دي أكبر من إمكانياتي، أكبر مش من إمكانياتي، أكبر من اليوزر، يعني بتغطي اليوزرز بتوعي، بتسيرفيس عليهم، ولسه ويعني لسه إيه، في أجهزة نايمة غير مستخدمة. ففكرت أعمل لها ريتواليزيشن. مين اللي فكر؟ الشركات دي. فقال لك والله أي واحد مثلا عايز يتشيك سوفت وير او برنامج جانه على سيرفر ومعهوش طبعا تمن يشتري السيرفر ده، انا ممكن اجره له قد ايه، يوم يومين شهر 3 شهور انيوالي سنوي زي ما هو عايز. واحد مثلا عنده مكنه بيعمل ابلكيشن او موبايل اب على الاندرويد ففتسته تمام، بس عاوز يعمل على نفس الابلكيشن ده زيه على الاي او اس، والجهاز بتاعه مثلا ويندوز بلاتفورم مش عارف ينزل عليه ماك عشان يبتدي يشتغل سويفت او اكس كود، فيقول لك انا اوفر لك مكنه عليها الاي دي اي ده، على قصاد ايه، قصاد ايجار بسيط معين. طيب الناس دي هتعرف الناس دي ازاي، هيتقابلوا مع بعض ازاي؟ يعني انا بروجرامر عايز احجز حته من الكلاود، عايز مكنه بترن لينكس، عايز مكنه بترن ماك، عايز لا انا عاجبني سوفت وير زي ما هو فري هستخدمه. فقال لك بص، هو ده الكلاود كومبيوتر. مش فاهم يعني انا هعمل لك بورتال، بورتال ده يعني ويب سايت تتعامل بيه انا وانت من خلاله، مين انا وانت؟ المؤجر واللي بيأجر.
لو انا كامازون، انا كاي بي ام، انا كمش عارف مين تاني، كمايكروسوفت، ماشي، وتختار الاوبشنز اللي انت عندك. طب تقدم لي الخدمات دي ازاي؟ في صورة ساس او باس او اي اس. ايه ده اختصارات ليه؟ ساس اختصار سوفت وير از سيرفيس، يعني في برنامج او ابلكيشن انا عامله جاهز بيرن زي ما هو عاوز تستخدمه. باس بلاتفورم از سيرفيس، لا انت عايز مكنه عليها ويندوز، مكنه عليها مثلا ماي سيكوال او اوراكل مثلا عشان تست شغلك. اتفضل يا سيدي. لا انا عايز على المكنه على الحديده وانا بقى هظبطها واسطب انا كل حاجه مع نفسي. يبقى ده انا عايز انفراستراكشر از سيرفيس، اللي هو سيرفر بسبيكس معينه عشان اعمل الكلام ده. فاصبحت الكلاود حاجه من الاتنين، يا بابليك كلاود يا برايفت كلاود. برايفت كلاود يعني الشركه قافله عليها، دي لليوزرز بتوعي بس. بابليك كلاود ان انا خصصت جزء منها ان اي حد يقدر ياجر عندي ويشتري، مش يشتري لا، ياجر عندي جزء كده او مساحه يتعامل بيها. هايبرد كلاود يعني انا بقدم التو مودلز، يعني جزء عندي بابليك وجزء عندي ايه برايف. ماشي، ادي فكره الكلاود بمنتهى البساطه. طيب الكلاود كومبيوتنج اللي ما فهمهاش قوي هي الانتجريشن بتاعتك كله، ستورج وفيرتشوال ماشين وسيستمز وسيرفرز وسكيورتي، كل ده هو ده الكلاود. ريل تايم امبيدد سيستمز، دي برضو حاجة مهمة جدا. دلوقتي بقى الاتجاه ان انا استخدم اي او تيز اللي هو انترنت اوف ثينجز وامبيدد سيستمز وكاردز وسنسورز، بتحاول تعمل لي حاجات وتتدخل في الريل تايم. يعني انا عامل مثلا سنسورز او السنسور على الحدود، حدود ما بين بلدين، عايز يديني اليرت اول ما يحصل حاجة غريبة، اول ما يحصل حاجة، مش بعد ما الجيش يخش ويحارب وينهزم يقول لي تيت تيت اليرت ده كان في ناس بتحاول تخش الحدود. فده ريل تايم امبيدد سيستم. انا في نيوكلير باور، انا في بنزيم، مش بنزيم سوري، انا في اسمها ايه، مكان اللي هو بير بترول وفي البريمة اللي هي بتحفر، حصل ضغط عالي فجأة، في سخونية فجأة، البريمة هتنفجر فجأة، فمحتاج embedded system تتدخل بريال تايم، يعني في الوقت الحق تيت تيت alert alarm، في كارثة في مصيبة لازم تتدخل اتصرف. فده طبعا systems مهمة جدا محتاج operating system معين. طيب ال operating system in general حاجة من الاتنين، يا اما open source يا اما closed source. open source يعني اقدر اداونلود الكود الاصلي بتاعه واعمل modification فيه وانزله باسمي او انزله باي حاجة تانية. الكلوزد سورس لا، ده كوميرشال زي الويندوز زي الماك، حكر للشركة بتاعته. يعني الويندوز تبع مايكروسوفت، الماك تبع شركة ايه، الاي او اس اسف تبع شركة ماك، ماشي. لكن اللينكس اليونكس كل الحاجات دي اقدر انزلها واغير فيها واديت فيها واقدر اعمل لها ديستريبيوشنز مختلفة. دي طبعا كيس ستادي الاوبريتنج سيستم. كده خلصنا شابتر 1. السلام عليكم.